call me a god. بدمر هالثنتين وارجع او بوصل بوصل ال نفس المكان ليفل 8 طبعا بواجه كم وحدة في الطريق لان انه ما عندهم نار اوكي صدناهم اوبس اعرف اذا بتتبعنا الثانية او لا عادي بنواجه في الطريق واحنا ماشيين بعض من السفن نروح نوصل هذا سفينتين غيرهم بس عشان ما اموت بنحط كذا كذا بسبب ان جالسين نستخدم المنجنيق صندوق فضة صناديق الفضة اللي خضيتها كثير وهي فقط بس تحتاج للفتح نهرب نسوي عملية التوصيل يعني ما انه نهرب وحاول اني اوكي بتاخذ هذه مني وقت لاني ما قدرت اسوي عملية التحديد لازم افتحهم واحدة بهالسهولة اذا كانت اذا كنا نقدر نقول سهلة بهالطريقة نقدر ان نجمع بسرعة انفيمي عن طريق المصنع وعن طريق المهمة مهمة التوصيل إذا كنت تشوفها overwhelming فسوي تقريبا مهمة واحدة يكفيك أنا الحين مفعل أربع مهام توصيل لذلك شوف هذه الأربع مهام توصيل لذلك يطلعوا لي بهالشكل لو وصلت هالثلاث بتبقى لي مهمة واحدة مهمة توصيل واحدة وبيكونوا أقل بتطلع لي سفينتين بس سفينتين بقدر استحملهم يعني واقضي عليهم بسرعة وصلنا للساعة للساعة والنصف تقريبا كان هو ذا الهدف هذا كان تتبعنا ليفل 8 150 قريبة كانت المفروض 160 ضعفوها لثلث المسافة او ثلث العملية بس نوصل لللايت هاوس هنا طبعا في المحيط القادم محيط الهندي بنواجه سفن غيرها يعني بيكون في حرب ثانية نفس قبل شوي هل هذه هي لا اوف والله ولا بقى منه شيء Get down!
نكمل نجمع 50 و50 من كل من كل واحدة. يمكن لو كانت ليفل 10 بتعطيك 160. هذه ليفل 8 معظمهم او 7 فيعطوك كمية اقل، بس بغض النظر فهم كثار يعني جالسين ناخذ نقاط كثيرة من كل عملية، من كل عملية قتل او من كل عملية تدمير. بس احاول اراوغ اليابسة هنا وننطلق للمهمة. المهمة ما بتعطيك كثير، توقع 50 ولا كم. بس نرجع لليابس للبحر، وهذيك شوف سفينة توقع قدامي. نرجع للبحر ونشوف كم تعطيك المهمة. 50 50 على كل مهمة. مهام السكر، مهام توصل السكر هنا مرة ثانية. مجموعة السفن نقدر نفجرها. وربيدات دمرناها، هذه كانت قريبة من الدمار، ولكن هذا السفينتين غيرهن. ما اني هارب عنهم، بس خلصنا. يعني الفكرة من الفيديو انك تحارب وتقضي على هذا السفن قد ما عندك وقت، وقد ما قادر تستحمل، وقد ما عندك ارجع لكم لاني ما جالس اهرب منكم. دمرناها، اخذت هذه دمرناها، وبعد دمرناها. بيطلع لنا سفن غيرهن هذلاك كانت ولا اوكي. الطريق 2000 متر، 2000 متر بهالطريق، وان شاء الله بنحصل مجموعة سفن غيرها. الانفيمي عندي الحين قريب من الوشادة، الحين مرتزقة اللي هم قراصنة. اتوقع سفاحون قادم ولا سفاحون في النهاية بتكون. ما ظهرت لي. هنا عملية توصيل. اوريدي وصلنا للميناء. هذه السفينتين بعيدة. جميل. هذا منجنيق اللي يضربني ولا؟ حطيت كمية توت العرعر كثير، ف هذا بيفيدني حال المصنع، حال المهام القادمة. طبعا لما اوصل هذا ما اعرف كم وحدة الحين انا بنسوي،
بيعطينا نفسي مجموعة نقاط أكثر وبيتقل كمية السفن اللي تحاربني، السفن القراصنة اللي ترسبن قدامي. وين الطريق؟ فوق أقدر؟ ما أقدر، لازم ألف من الجانب الآخر. ما أعرف إذا كان اتجاهي صحيح. لما تكلمت عن ان اللعبة لينير اكثر مما هي عالم مفتوح، فهذا اللي كنت اتكلم عنه. معظم الطريق اللي تمشيها عبارة عن خط مسبق الرسم عن طريق اللعبة. ما عندك الحرية الكاملة انك تمشي وتتوجه للمكان اللي تريده. كم توصيل تقريبا؟ ثلاث مرات اوصله. تقديم تقديم تقديم. جمعنا ذهب. الحين بقانا ال اوكي قريب في هنا النزول اتوقع، او نقدر نرجع لل اوكي. شراب القمقم البيضاء والأفيون. أفيون اللوتس أقدر أني أسوي أكثر منه. صفقات الإمداد، السكر والسكر. نرجع لصفقات الإمداد هذه. يعني اليوم مشينا كله تجارة، كان المفروض أني أخلص مهمة أو مهمتين، بس عشان هذا الفيديو كمل العملية. ما في انتقال سريع بعده لأن المهام مفتوحة. لازم اخذ القمقم البيضاء والافيون. الافيون عندي كمية بس اللي الحين حاطنها اتوقع في المعمل. فنروح ناخذ سكر من هنا ونرجع مرة ثانية، واحنا في طريقنا مرة ثانية بنجلس نواجه السفن. لما تخلص اتوقع تقدر تسوي كنسل. تقدر تسوي كنسل ولا المزيد؟ ما تقدر تسوي كنسل، لازم تسوي عملية التوصيل. فلا تتهور مثلي وتسوي أربع مهام توصيل. سوي مهمتين تكفيك أو مهمة، لأن الحين بتشوفوا إنه الفرق كبير في عدد السفن اللي تواجهني. ما أعرف إذا بوصل هناك وأرجع، لأنه أرجع الساعة 10. ما تنم القوت. توصيل هنا. القمقمة البيضاء واللوتس. اللوتس موجود بس القمقمة هي المشكلة. معنا بتكون مشكلة في القمقمة البيضاء. لو سوينا المخطوطات السجلات. شاطي كريستالي. وما زالت الويند عكس اتجاهنا. تبطانا لكن الحين اسرع 14. لو تكون من خلفنا كم بتكون سرعة السفينة؟ الحين خلفنا بس سرعة السفينة نفسها ما تغيرت ابدا. لا نقصد
الحين زادت. أربعة عشر عقدة. ليش ما تواجهنا سفن؟ هذه سفينة، أوكي على الذكر. مرة ثانية، في سفن على اليسار، في سفن على اليمين، أربع سفن لأنه مهمتين. السفينة اللي فجرتها قبل شوية ما أعرف إيش موضوعها. أكره النار. هل عندي؟ لو الله الله على التريبل شوت. نرجع لهم لأننا قريبين من أن نوصل الليفل الإنفيم القادم، فأفضل أن أنهيهم. الله على الإصابة الموفقة، وهذه عملية الإنهاء. راجو جوز الطيب توت العرعر، وجمعت كثير توت. فإذا نرجع للمعمل، طبعا لأنه ما عندنا فاست ترافل بسبب هذه المهام فما بقدر أروح للمعمل، بس نخلص المهمتين. شوف سفينتين قدامي. لا ما سفينة قراصنة. أوكي قريبين، نشوف وش هذا يبيع. كتان فاخر عندنا، أظن كثير، كل هذا ما نحتاج له. سفن قراصنة. أتقاهلهم؟ لا لا، ليش اتقاهلهم؟ ليش اتقاهلهم وهم ضعاف جدا؟ اطمئ واحدة. يس، اربع. انا شفت وصلت للسفاحون كما توقعت. ان الليفل القادم السفاحون. سوي تعديل شوية. ما دمرت؟ نرجع ونسوي تجنب. نرجع مرة، هذي دمرت، بقتنا واحدة. ثانية ما ضربت؟ يا كانت قريبة. هي هذي
كيف في غيرهم قدامنا بالكون. نشوف اذا نقدر نرمي بعض الحاجات. مش نقدر نرمي هنا، ما في حاجة. خلينا ناكل اساس نرفع ال... وش هذا؟ ماس جير سبيكة الكوبالت، عندنا كوبالت كثير. ناخذ كثير كثير موارد فوتناها، والسبب انه اوريدي فل من الموارد. بس وصلنا لليفل السفاحون تقريبا، بقيت لنا 3 أو 4 ليفلات، 3 اتوقع. اقدر اخذ اصلا ديزي ولا انا فل؟ لاني اوكي نوصل ناخذ نشتري السكر. ومن وين نشتري السكر؟ وين الشخص اللي يبيع سكر؟ راح يكون في الجهة المقابلة من الشاطئ، دائما يكون في الجهة البعيدة من الشاطئ. واقدر يقدر يصلحوا كثير حاجات في التحكم الاوف بوت. اوكي في البوت يمكن الحاجات المقصودة، لكن في الاوف بوت كلها تحتاج تحسين. سلام. السلام عليكم. اوكي نحن نتكلم طبعا. اوكي طيب اوكي عطنا سكر. Now, on to business. Our interests are simple. We want the most profit from selling goods. You will find us on distant shores, for that is where we thrive, out of sight. Transportation of crates is all we ask of you. And that is all you need to know. تقديم وتقديم. عرض الفرص المتاحة، ما في فرص متاحة، في هجمة متاحة. قريبة منا ولا من قريبة؟ لا من قريبة. أهجم ولا ما أهجم؟ عندي سكر كثير، ما أحتاج إني أهجم. نرجع